تابع تلفزيون اليوم السابع، اهلا بيكم. تغطيه من يوم من تلفزيون اليوم السابع مع محمد عراقي. النهارده اكيد لا صوت يعلو على صوت مباراه القمه، قمه الاهلي والزمالك. استعدادات مكثفه من الناديين قبل طبعا 48 ساعه من انطلاق المباراه. ان شاء الله باذن الله المباراه يوم السبت في تمام الساعه 8 ونصف على استاد القاهره الدولي، مباراه القمه، وهي طبعا مباراه نادي الزمالك. يعني دايما كده الاهلي يعني خلال السنوات اللي فاتت بيفاجئنا قبل مباراه القمه، بتلاقي عنده اصابات بالجمله، مش يعني مش بس مباراه القمه، في معظم المباريات، ولكن في مباراه القمه كده بتلاقي الاهلي دايما طول الوقت عنده لوكشه اصابات كده، عدد كبير جدا جدا من اللعيبه بتلاقيهم مصابين قبل مباراه القمه. على العكس تماما يمكن نادي الزمالك يعني ما عندوش اي اصابات ظاهره، ولكن عنده غيابات ممكن تكون مش بداعي الاصابه ولكن لاسباب تانية هنتكلم فيها. ولكن خلينا نبتدي بالاهلي اللي عنده عدد كبير جدا جدا من الاصابات. يمكن طبعا كولر المدير الفني للفريق يعني بعد طبعا مباراه سموحه والتالق الكبير لمعظم اللاعبين وعلى راسهم طبعا اكيد نجم النجوم محمود عبد المنعم كهربا، اللي يعني قدر في المباراه الاولى ليه بعد غياب طويل جدا تخطى 450 يوم ان هو يعمل يعني عمل اسيستين وقدر ان هو يحرز هدف عشان يفرض نفسه بشكل كبير على كولر في التشكيله الاساسيه في مباراه الزمالك. ناس كتير بتتكلم ان ممكن كولر يحتفظ بيه على دكه البدلاء، ولكن كل الكلام اللي جاي دلوقتي من معسكر النادي الاهلي ان كهربا هيكون هو اللي بيقود هجوم النادي الاهلي امام نادي الزمالك. بعيدا بقى عن كده، الاهلي بنسبه كبيره جدا هيلعب يعني تقريبا مش بتشكيلته الاساسيه، يعني عدد كبير جدا من النجوم الشباك او عدد كبير جدا من النجوم اللي هم المفروض بيشاركوا اساسيين مع النادي الاهلي مش هيكونوا متواجدين. يمكن محمد شناوي خلاص هو موجود ما عندوش اي مشكله. نبتدي بقى بخط الدفاع، يعني خط الدفاع النهارده بنتكلم في محمد عبد المنعم، احتماليه غيابه احتماليه كبيره جدا وفقا لتاكيدات الجهاز الطبي للنادي الاهلي ان محمد عبد المنعم احتمال يكون موجود واحتمال ما يكونش موجود، لسه قصه مشاركته مش محسومه، في اختبار طبي هيخضع عليه وبناء عليه هيتم حسب موقفه. ياسر ابراهيم المدافع اللي جنبه او المدافع اللي بيلعب بجواره، هو مش هو الاساسي اللي المدافع اللي جواره طبعا محمود متولي، ولكن ياسر ابراهيم كان في الفتره الاخيره بيشارك بشكل منتظم، ولكن ياسر ابراهيم يعني تاكد بقى غيابه عن مباراه القمه وفقا لتاكيدات الجهاز الطبي، يعني ان فكره لحاقه بالمباراه هتكون صعبه، فبالتالي ياسر ابراهيم تقريبا خارج حسابات كولر بشكل رسمي. لعيب برضو الثالث اللي هو المفروض بيبدل معاهم او اللي هو بيتواجد معاهم دايما في التشكيله الاساسيه ويعتبر هو حتى اللعيب الاساسي في تشكيله كولر في خط الدفاع بجوار محمد عبد المنعم هو محمود متولي، ولكن محمود متولي هيغيب عن مباراه القمه بسبب الايقاف. محمود متولي طبعا كلنا فاكرين طبعا الانذار بتاعه الشهير، ويعني اللي تسبب طبعا في غيابه عن المباراه اللي حصل عليه بعد انتهاء المباراه، فبالتالي محمود متولي مش هيكون متواجد في المباراه. وطبعا كل بطوله منفصله، يعني انا لما اخد ثلاث انذارات في بطوله الدوري العب عادي في بطوله الكاس، عشان كده هو كان متاح لي ان هو يلعب عادي في مباراه سموحه في بطوله الكاس، ولكن بطوله الدوري زي ما بقول لكم كل بطوله ليها انذاراتها وليها سيستم منفصل، فبالتالي غيابه هيكون في مباراه القمه فمحمود متولي مش هيكون موجود. فاحنا بنتكلم كده على الثلاث مساكين الاساسيين في النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا ممكن ما يكونوش موجودين، يمكن اللعيب الوحيد اللي ممكن يكون موجود هو محمد عبد المنعم، ولكن ياسر ابراهيم كده كده بره السكور مش هيكون موجود بداعي الاصابه، كده كده محمود متولي مش هيكون موجود برده في السكور بداعي الايقاف بعد حصوله على ثلاث انذارات، فبالتالي اللي في احتماليه ان هو يشارك من خط الدفاع او من المساكين الاساسيين هو محمد عبد المنعم. كده كده علي معلول يعني تمام ما عندوش اي مشكله خالص، يعني الباك ليفت تمام يعني ما فيش اي مشكله خالص. بالنسبه للباك رايت برضو يعني الاهلي ما عندوش يعني مشكله كبيره، محمد هاني متالق بشكل كبير في الفتره الاخيره، محمد هاني يعني ناس كتير لقى انتقادات كبيره جدا خلال الفترات اللي فاتت، ولكن محمد هاني رجع تاني لمحمد هاني اللي احنا عارفينه، وناس كتير حتى بتؤكد ان هو واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره. فبنتكلم في ثلاث غيابات مؤثره في خط الدفاع في النادي الاهلي. نروح لخط الوسط اللي برضو لا يقل المشكله فيه عن مشكله خط الدفاع، عدد كبير جدا برضو من اللعيبه في خط الوسط من الاحتماليه احتمال كبير يكونوا غايبين في المباراه. يمكن اليو ديانج اللعيب برضو من اللعيبه الاساسيين هيكون متواجد ما عندوش اي مشكله، ولكن عمرو السوليه مثلا، عمرو السوليه بنسبه كبيره جدا هيكون خارج المباراه او يعني خلاص هو خارج المباراه بداعي الاصابه. حمدي فتحي كمان النسبه الاكبر ان هو ما يكونش متواجد، يمكن حمدي فتحي الجهاز الطبي اكد ان هو يعني في احتماليه لمشاركته ان هو هيخضع لاختبار طبي قبل مباراه القمه خلال الساعات اللي جايه عشان نشوف هل هيقدر يكون موجود في المباراه، وان كانت كل المؤشرات بتقول ان حمدي فتحي من الصعب ان هو يلحق بمباراه القمه، فبالتالي بنتكلم برده في غيابين مؤثرين كده، اثنين لعيبه اساسيين حمدي فتحي عمرو السوليه، فده هيخلي يعني عدد كبير جدا من اللعيبه اللي هم مش بيشاركوا بشكل اساسي يدخلوا في التشكيله الاساسيه، وهنتكلم عن تشكيله الاهلي المتوقعه باذن الله في مباراه القمه. نروح برضو لخط الهجوم، خط الهجوم بقى الموضوع افضل، يعني خط الهجوم ما فيهوش غيابات
بل بالعكس في لعيبه رجعت. يعني احنا النهارده بنتكلم ان كل معظم اللعيبه الاساسيه في خط الهجوم سواء احمد عبد القادر، حسين الشحات، يمكن برونو سافيو برضو، يعني نسينا برونو سافيو في لعيبه خط الوسط. برونو سافيو برضو النسبه الاكبر ان هو ما يكونش متواجد، وان كان يعني الجهاز الطبي بيقول ان هو ممكن يتجهز، ولكن لحد اللحظه دي برونو سافيو برضو بعيد بشكل كامل عن مباراه القمه. نروح بقى لخط الهجوم، زي ما بقول لكم يمكن هو الافضل حالا بالنسبه لخطوط النادي الاهلي. ما فيش مشكله خالص بالنسبه لحسين الشحات، ما فيش مشكله لعبد القادر، ما فيش مشكله لقفشه، مش مشكله لشادي حسين، محمد شريف، وطبعا اكيد نجم النجوم في الفتره الاخيره محمود عبد المنعم كهربا، اللي بقى يعني الاهلي استعاده، واللي بالنسبه للنادي الاهلي كويس جدا دلوقتي في خط الهجوم، استعاده اثنين لعيبه مهمين جدا وغايبين بقالهم فتره طويله، وهم بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر. مفاجاه كبيره ان بيرسي تاو يرجع في توقيت زي ده، اصابه كبيره جدا واصابه طويله، ولكن الجهاز الطبي بيؤكد ان هو جاهز من الناحيه الطبيه. قصه بقى مشاركته او قصه حتى دخوله القائمه من الاساس دي بيد كولر، ولكن هو على المستوى الطبي سواء هو او طاهر محمد طاهر ما عندهمش اي مشكله تماما ان هم يكونوا متواجدين، ولكن ممكن كولر بقى يفضل ان هو يشرك لاعبين تانيين او يستبعدهم لصالح لاعبين تانيين بسبب ان هم يعني مش جاهزين او بقالهم فتره طويله غايبين عن المباريات. كده لو نتكلم بقى عن تشكيله الاهلي الاساسيه، احنا بنتكلم اكيد عن محمد شناوي طبعا في حراسه المرمى، بنتكلم طبعا في ظل الغيابات دي من المحتمل ان محمد هاني يكون هو المساك يلعب في خط الدفاع طبعا، ويكون هو المساك في المباراه في حاله طبعا غياب محمد عبد المنعم. رامي ربيعه هيكون هو المساك الثاني، لا خلاف طبعا على علي معلول، لا خلاف على لو محمد هاني لعب في خط الوسط، فبالتالي خالد عبد الفتاح ممكن يكون هو الظهير الايمن الاساسي. خط الوسط قلنا علي ديانج تمام طبعا اكيد ضامن مكانه بشكل كبير. مروان عطيه قد يكون هو مفاجاه التشكيل طبعا. محمد فخري اللي برده بيعتمد عليه كولر بشكل كبير في الفترات الاخيره، وبيشوف ان هو لعيب يعني واعد جدا وممكن يكون ليه دور كبير مع الفريق في الفترات اللي جايه، لا خلاف على عبد القادر، لا خلاف على حسين الشحات، لا خلاف على كهربا. دول لعيبه خلاص دول كده كده ضامنين مكانهم في التشكيله الاساسيه. ده بالنسبه للموضوع الاولاني او الجزء الاولاني من مباراه القمه وهو النادي الاهلي. نروح بقى للقلعه البيضاء ونادي الزمالك. نادي الزمالك على مستوى الاصابات يعني الحمد لله طبعا، واكيد بنتمنى يعني اللي ما يبقاش في اي لعيبه بقى ولا في اهلي ولا في زمالك ولا في اي فريق فيه اصابات، الحمد لله نادي الزمالك تقريبا لا يعاني من اي اصابات قبل مباراه القمه، ودايما تقريبا يعني بنشيد برضو بالجهاز الطبي في نادي الزمالك في الجزئيه دي. طول الوقت بيبقى نادي الزمالك يعني بسم الله ما شاء الله بنمسك الخشب، يعني طول الوقت بيبقى نادي الزمالك لعيبته مش مصابين او ما فيش اي مشاكل عضليه او ما فيش اي اصابات، فبالتالي نادي الزمالك داخل مباراه القمه وهو ما عندوش اي اصابات، ولكن عنده لعيبه مش جاهزه او لعيبه كان عندها مشاكل ورجعه من بعيد فممكن ما تبقاش موجوده. اللي يهم نادي يعني جمهور نادي الزمالك هو احمد فتوح. عبد الله جمعه طبعا مع الاحترام ليه، ولكن عبد الله جمعه لعيب مش اساسي، فبالتالي قصه وجوده من عدم وجوده ممكن تكون مش مهمه قوي، ولكن اللعيب المؤثر واللي حتى اثر بشكل كبير في الزمالك واللي كان سبب اكيد في او جزء من سبب عدم فوز الزمالك في اخر اربع مباريات تقريبا منذ انطلاق سنه 2023 هو غياب احمد فتوح. كلنا شفنا طبعا القصه بتاعت المنشطات والقصه بتاعت الكشف، طبعا ما بنقولش ان هو بياخد منشطات، بنقول ان هو ما خضعش للكشف وحصل مشكله بينه وبين اداره نادي الزمالك، وده ترتب عليه انه يتاخد منه عينه، والقصه طبعا اللي كلنا عارفينها. فبالتالي احمد فتوح ما كانش بيتمرن مع الفريق بشكل اساسي وخد فتره عشان يتم تجهيزه. هل هو هيكون مفاجاه مستر فيريرا ويدخل التشكيله الاساسيه للزمالك؟ ناس كتير بتتكلم ان ده يكون احتمال وارد من داخل القلعه البيضاء، ولكن في غموض حوالين احمد فتوح. ناس كتير برضو بتؤكد ان فيريرا ليه سيستم، اللعيبه اللي مش متواجده معاه في عدد تدريبات معين مش بيدخلوا السكور او مش بيكونوا متواجدين. لحد دلوقتي طبعا الزمالك لسه ما اعلنش القائمه بتاعته او ما قالش لسه هل فتوح هيكون متواجد او هيكون في الحسابات ولا لا، ولكن لحد دلوقتي قصه احمد فتوح بيكتنفها الغموض بشكل كبير. الحمد لله بقى زي ما بقول لكم ان الزمالك كل معظم عناصره طبعا الاساسيه موجوده، لو بنتكلم في عواد، لو بنتكلم في حسام عبد المجيد، لو بنتكلم في المسلوسي، بنتكلم في امام عاشور، بنتكلم في زيزو، بنتكلم يعني كل لعيبه سيف الجزيري طبعا، كل لعيبه الزمالك الاساسيين تقريبا متواجدين. يعني الزمالك ان شاء الله يعني ممكن يكون متواجد بالفول تيم بتاعه باستثناء احمد فتوح هو اللي عليه خلاف او عليه ضغط. النادي الاهلي زي ما قلنا لا عنده غيابات بالجمله، لو هنتكلم في برونو سافيو، حمدي فتحي، عمرو سليه، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمود متولي، وقلنا ان طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو راجعين. نتمنى بس في كل الاحوال ان مباراه القمه تكون على المستوى الاخلاقي قبل المستوى الفني، تكون على قدر المسؤوليه، وطالب طبعا بالناشط الجماهير ان هي تلتزم بالروح الرياضيه في المباراه، سواء بقى جمهور النادي الاهلي او جمهور نادي الزمالك، حابين ان هي تطلع مباراه يعني في منتهى الجمال على مستوى الجمهور وعلى المستوى الاخلاقي قبل حتى المستوى الفني، اللي احنا ان شاء الله متوقعين ومنتظرين ان هي هتكون على المستوى الفني مستوى عالي جدا بسبب يعني حساسيه المباراه. الاهلي عايز يفوز والزمالك عايز يفوز،
الزمالك عايز يعني يقلص فرق النقاط مع النادي الاهلي، لا لا عايز يبعد ويستغل تراجع الزمالك في الفتره الاخيره، فبالتالي هتكون مباراه قويه واثنين مدربين كبار من على الخطوط، سواء طبعا البروفيسور جوزفالدو فيريرا مدير الفني للزمالك او مارسيل كولر المدير الفني الناجح جدا طبعا مع النادي الاهلي لحد دلوقتي. نتمنى زي ما قلنا لكم تكون قمه ممتعه على كل المستويات ان شاء الله. باذن الله هيكون معانا متابعات كتير عن مباراه القمه خلال ال 48 ساعه اللي جايين. خليكم دايما متابعين تلفزيون اليوم السابق.